السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمناكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. نتمنى انه يكون رمضان معكم مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الخبز الورده. انا سميته الخبز الورده، يعني الخبز مي كنديروه كنشكلوه على وريده صغيره وندخلوه للفران. خليكم معايا باش تعرفوا المقادير. بالنسبه للبنات، العجينه هي الاولى. عندي هنا واحد زلافه ديال الفرص، واحد خماره حمراء، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال السكر على حسب، معلقه صغيره ديال الملحه، واحد البيضه، وشويه ديال الزيت والماء دافي باش نعجنو. ممكن ديروا حتى الحليب دافي ماشي مشكل. عندي هنا الكفته. بالنسبه للحشوه هذه ديالها، عندي الكفته، عندي البصله، الفلفله ملونه، طبزيره، عندي طحميره، سكينجبير، البزار، الخرقوم، وشويه ديال الملح، وشويه واحد نصيص ديال الكنور. خليكم معايا انتما البنات. هنا درت غير الخميره ديال الخبز والسنيده، ما ديروش واحد جوج. البنات هنا درت الخميره ديال الخبز والسنيده، صافي ما ديروش الملح. هنا غادي نزيد عليهم شويه الماء دافي، نزيد لهم واحد شويه ونخلطهم. دوك ديال السنيده مزيان، عاد ان شاء الله نكمل معاكم. انتما البنات دروكا غادي ندير الحشوه. طيب على ما انها تسخن لينا هذيك، على ما انها عفوا طيب لينا هذيك الفيديو. البنات ملي درت الخميره انها تفاعل لينا مع السكر والماء دافي، غندوزو الحشوه، نكملو الحشوه ديالنا، نشحروها حتى هي، نشحروها ونخلوها تبرد وانا نرجع لكم ان شاء الله. تندي لها غير زيت اليسير وزيت العود، صافي، وتنشحرها هكا ونرجع لكم. انا البنات زربانه عليها كما شفتوا، زربانه عليها. دروكا غادي ندير، غنزيد حتى الملحه اللي ما درتش، غادي نغرب الدقيقه البنات ضروري. البنات غنغرب الدقيق ونرجع معاكم. من البنات ما غرب الدقيق، غادي ندير هذيك البيضه، ندير البيضه، غادي ندير خميره الخبز، خميره الحلوه عفوا، خميره الحلوه ممكن ديروها كامله ممكن ما ديروهاش كامله اللي بغيتو. انا غنديرها كامله، واحد شويه زيت تقريبا واحد جوج معالق كبار، صافي. هادشي نعجنو تنشوف، عاد نشوف الا خاصو الماء ونزيدو. انتوما البنات ممكن ديروا بحال ديال الخبز، ممكن ديروها هكا شويه جاريه كما شفتوا. انتوما البنات ملي بعد ما حيدتها من العجانه، غادي ندير لها شويه هكا بيتيه وغادي نقطعها معكم كما شفتوا. غنقطعو شويه نطوسطين، غنطوسطين، ندير شغل عندنا ديال بيتيه، غادي نقطعهم. نحاول نقادهم بحال الخبيز هاد اللي بغينا نطيبو المخمر بحال هكاك، هانتوما بحال كنديرو خبيزات عاديين كيما شتو. غادي نحطها على جنب. هو نورمالمون إلا كان الجو، يعني إلا كان الجو شوية بارد خلوها شوية ترتاح، كان جو عادي بحال دابا يعني عادي مشو مشكل انها ما ترتاحش. هانتوما انا غطيت الحشوة كما قلت لكم البنات، خليتها انها دير ليا. المهم انا غنجرب اول وحدة نشوف واش كبيرة ولا صغيرة، حيت انا بغيتهم شوية مطوسطين يعني ما كبار ما صغيرين. هانتوما هادي اللي بقات لي صغيرة شوية، معليش سمحوا لي لابسه ليكم حيت سبعي ضرني. صافي نخليو معكم واحد شويه ونوريكم الحشوه. انتما البنات الحشوه ديالي شفتوها، الكفته غير البنات ننصحكم نصيحه، الا بغيتو ديرو هادو خاص هادشي كامل يتقطع صغير. سمحوا لي ما قلتهاش لكم، انا نضيف حتى الزيتون كحل ولا خضر اللي بغيتو، غير البنات كلشي يكون صغير باش ان الحشوه
ديالنا ما تقطعش ولا ما تخرجش لنا فوق وسط الطياب. هانتوما نخليها تبرد شويه، غنقطع دابا الزيتون ونلوحو عليها. سمحوا لي ما ذكرتهاش لكم في الاول البنات، راني زدت الزيتون كما قلت لكم، نحركها واحد شويه. غنخدم معكم واحد المخماره ولا جوج. هانتوما كندير شويه دقيق على حساب ما تلصقش ليا، حيت انا ما خليتش العجينه ديالي قاصحه كما قلت لكم، يعني مرخوفه. كنحلها هكا شويه وكنكمل بالدلاك، غنحلها ونرجع معاكم. هانتوما البنات ملي حليتها غنوريكم دابا تقطعوا بحال اللي كتقطعوا زائد كما شفتوا، كتخلو اكيد الوسط داير. هانتوما البنات بحال هكا، بحال كتقطعوا اكس ولا زائد، غير ما كتكملوش حتى الوسط. الوسط كندير فيه الحشوه، مثلا الحشوه انا كنعمر شويه الحشوه، كل واحد الاختيار ديالو. ممكن ديرها فيها تيديروا فيها غير، جربتها انا ديجا ديما كنديرها انا الصراحه، مي جربتها بشحال من وصفه، بالطون بالبطاطا مع مع الزيتون والفرماج، المهم اللي بغيتو. انا شفتو كيما كنديرو كيما كندير لها البنات، كندير لها بحال هكا، كنهز هذا اللي مقابل معاه غادي وكنطلع في الورقه، فهمتوا؟ كندير لها بحال هكا وتنحاول نحل بيدي شويه الورقه كما شفتو هكا، وكنتني الورقه البنات. مي هذه الاخيره اللي عليها العمده كما كيقول. سمحوا لي ندورها حيت على حساب الكاميرا، هذه اخيره هي اللي كتجمع لنا كلشي. ممكن مثلا انا بغيتوش انا بغيت تشد لكم، ممكن انكم تشدوها بصفار البيضاء ولا بياض البيضاء ولا الماء والدقيق. هانتوما البنات كي كتشي، راه درت هادي ودرت هادي، وريو ليكم انا. هانتوما البنات هنا درت ورق الزبده ولا ورق الطيب، انا نحط حداها الثانيه كما شفتوا، ها هما جوج. غنكمل ونرجع معكم. هانتوما البنات ملي درت ليها الدلاك كما شفتوا، تنحلها. شوفوا على هذا السمك هذا رقيقه، يعني تجيكم عادي خفيفه، ممكن ديروها دايره مربع مستطيله مربعه اللي بغيتو. تنجي كما قلت لكم كندير بحال اكس، هو اكس هكا، ولكن انا ما كندخلش حتى لداخل، يعني هذا الوسط كيبقى غير الحشوه، ولا كندير بحال زائد كما شفتوا. انا صراحه صغرتو مع البنات حيت جانو كبار بزاف، جربت وحده كبيره كما قلت لكم في الاول، غنجرب الا كانوا كبار بزاف غادي نقص. لقيتها كبيره بزاف صافي نقصتها، تنعمروها بالحشوه البنات كما هكا، وكنوطوها هكا بحال كنجمعو، كنشدو هاد الجنب كنحاولو بحال نتنيوه وكنجمعو كما شفتو. هانتوما عندي كذلك هنا كنحل هكا تنتني تنجمع. بالنسبه للبنات المبتدئات الا ما شداتش معكم العجينه، ممكن ديروا الماء والدقيق، ممكن ديروا بياض البيضه وصفر البيضه، تخلوه تدهنوا بها باش ما تضيعوا والو. انا كندير هكا كما قلت لكم، انا تنسدها صافي، هذه كنجبدها شويه، كنسد نص الحشوه مثلا، وعاد من بعد كنشدها كما شفتوا صافي، غتبقى لهكا. خليكم معايا انتما البنات، شفتوا هذه اللي درت كبيره بزاف، فدرتهم صغار من احسن، حيت هذه الا كلا عليها غير واحد ينوض، من احسن نديرهم صغيرين. انتما البنات دهنتهم بصفار البيضاء وبصوص الصوجا ودهنتهم، دروك غادي ندخلهم الفران. انا تنطيب لتحت هو الاول، عاد كنطيب الفوق، وانتما طيبوا بجوج اللي بغيتوا. انتما البنات كي كيجو كيجو غزالين، انا نقسم معاكم وحده، تيجو مورقين من الداخل. هانتوما شوف تبارك الله، هانتوما بالصحة والراحة. ما تنساوش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم، وشكرا لكم على الدعم ديالكم. باي باي.